اهلا ومرحبا بكم اخواني الكرام في فيديو جديد. كذبة تاريخية على لسان وزير جزائري استقبلنا 300 مليون سائحة. بالفيد وزير الداخلية الجزائري يواجه اتهامات خطيرة الى المملكة المغربية. الليبية الدبيبة والموريتاني محمد ود الشيخ الغزواني التقيا في تشاد، وجه صفعة قوية للكبرانات دفاعا عن المملكة المغربية. مصدر أمني موريتاني يكشف حقيقة تعرض شابة مغربية للاغتصاب داخل منزل عائلة موريتانية، كما يتم الترويج له على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي. حافظ الطراجي طبال الكبرنات يتهم المملكة المغربية ويتمنى إلغاء كان 2025، وهذا ما قاله. طائرة مسيرة مغربية تدمر سيارة رباعية الدفع تابعة للبوليساري على بعد أمطار من الحدود الموريتانية. والتفاصيل رائعة. تب أصيب بالجنون ويمنع الحجاج الجزائريين من الذهاب إلى السعودية بسبب الصحراء المغربية. شبه إعلان للحرب، الجزائر تضع دباباتها على الحدود المغربية الجزائرية. والتفاصيل خطيرة. وإيران وحزب اللات موجودان. أهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام من جديد في أغرب كذبة لا يمكن وصفها إلا بتاريخي. خرج وزير السياحة الجزائرية يروج لفكرة غير مسبوقة ورقم فلكي لا تحققه لا أمريكا ولا فرنسا ولا سويسرا مجتمعين. أرقام الوزيرة الجزائرية المضحكة والتي خلقت انتقادات لاذعة وتهكم غير عادية من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعلق إلا بعدد السياح الذين توافدوا على الجزائر قائلاً استقطبنا أكثر من 300 مليون و 300 ألف سائحة. وبهذا الخصوص قال الصحفي المغربي محمد وموسي، فرنسا تتصدر دول العالم بعدد السياح ب 82 مليون سائحة. على كل سؤال تاعك الاول بما قلت يعني ما هي قيمه المدخول فيما يخص يعني فيما يخص السياحه، اعطيت لك ارقام قبيل، قلت لك استقطبنا اكثر من 300 مليون و 300 الف سائح. اكثر من 300 مليون و 300 الف سائح. 300 مليون و 300 الف سائح. ويعني حسب يعني المعايير الخاصه يعني المنظمه العالميه للسياحه، كل سائح مفروض عليه يعني ان يصرف 500 دولار. تصريح وزير الجزائري اثبت ان جل المسؤولين في الجزائر لا عقل ولا نباهه لهما الا في ترويض الشعب وترويج الاكاذيب لاستماله القلوب الغاضبه على النظام الديكتاتوري. تصعيد جديد من طرف النظام العسكري الديكتاتوري العجوز الجزائري. وزير الداخلية إبراهيم مراد يشن هجوما شرسا على المملكة المغربية، حيث اتهم يوم أمس الخميس أن المملكة المغربية تقوم باستهداف بلادها ضمن حديث عن حصيل وزارتها. في مسرحية جديدة قال الوزير الجزائري إبراهيم مراد أن المغرب لا يريد أن تصبح الجزائر دولة قوية ولا يريد أن تصبح فاعلا دوليا. يعني بشوف اللي هما ما راهم مش فقوش على الجزائر هذه خلاص ابدا. يقال انهم شعب هم الشعب خسر الشعب، انما ما صالحك تعرف نقولوها صراحه. المخزن حب يقضي على الجزائر لانه ماشي في مصلحته باش تكون دوله قويه، دوله اللي عندها تطلع في المستقبل، دوله اللي تحب تحافظ على امنها على استقرارها، واللي تحب تلعب الدور جهوي دور اقليمي دور دولي. من ينصت الى الوزير الجزائري وهو يكيل الاتهامات الى المملكه المغربيه بوقحه يشعر انه امام مدمن حشيش وليس امام رجل دوله. وقد اعتاد النظام العسكري الجزائري ان يبرر فشله في تدبيره باقحام المغرب بوقاحة كشمع يعلق عليها عجزها على حل مشاكلها. الجدير بالذكر ان النظام العسكري الديكتاتوري العجوز الجزائري اصبح اضحوكة امام العالم، واصبح مفضوحا امام انظار العالم بالكذب والتدليس وتزوير الحقائق. بحث عبد الحميد الدبيب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
أوضع اتحاد المغرب العربي وسبل تفعيل دوره الإقليمي والدولي فيما تأتي هذه المباحثات بعد فشل المبادرة التي أطلقها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبو لإنشاء تكتل مغاربي جديد يستثني المملكة المغربية، لكن تطورات أثبتت أن المبادرة ولدت ميتة بعد أن قوبلت برفض كل من موريتانيا والدها. وأفادت صفحة حكومتنا على موقع فيسبوك بأن دبيبة التقى ولد الغزواني خلال مراسم تنصيب محمد إدريس ديبي رئيسا منتخبا للتشاد، واتفق على التنسيق لعقد اللجنة العليا الليبية الموريتانية. وتابعت أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وجه دعوة للرئيس الموريتاني لزيارة ليبيا لمواصلة المشاورات والتباحث في القضايا التي تخص البلدين. واحتضنت تونس في أبريل الماضي اجتماعا تشاوريا جمع كل من الرئيس التونسي قيس سعيسة وعبد المجيد تبونة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وخصص لمناقشة إنشاء تكتل مغاربي جديد في حين غابت المملكة المغربية وموريتانيا عن اللقاء. لكن طرابلس سارعت بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء اجتماع تونس بإرسال رسالة إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أكدت خلالها تشبثها بإحياء تكتل اتحاد المغرب العربية باعتباره الإطار الوحيد للدول المغاربية الساعية نحو التكامل وتحقيق طموحات الشعوب بالاستقرار والرفاهية. ويكشف الموقف الليبي رفض طرابلس القاطع الانخراط في المبادرة التي انطلقت بحظوظ شبه معدومة، خاصة وأنها أقصت المملكة المغربية متجاهلة دوره الهام في الفضاء المغاربي، رغم أن تبون تنصل من محاولة إفشال اتحاد المغرب العربي. وسعى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطافة إلى الترويج للمبادرة، واعتبر في تصريحات إعلامية سابقة أن اتحاد المغرب العربي الذي أنشئ قبل 35 سنة في الإنعاش ولا يقوم بأي نشاط. مؤخرا تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي سواء تويتر فيسبوك أو يوتيوب أنباء تفيد أن شابة مغربية تعرضت للاحتجاز والاغتصاب من طرف رب عائلة ثرية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط. وحسب ذات المصادر فبناء على ما تم ترويجه انتقلت والدة الشابة المذكورة إلى مدينة نواكشوط الموريتانية وتقدمت بشكاية لدى المصالح الأمنية التي أقدمت على اقتحام منزل العائلة المتهمة باحتجاز الشابة المغربية قبل أن يتبين أن الأمر لا علاقة له بما تم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي. مصدر أمني موريتاني كشف أن الفتاة المغربية تصاب بنوبة صرع وتستخدم أدوية لعلاجها منذ مدة، مشيرة إلى أنها تزور بشكل متقطع الأسرة الموريتانية وتقدم أحيانا على بعض الخدمات لسيدة المنزل. وأوضح المصدر ذاته أن الشرطة الموريتانية اقتحمت المنزل في ساعات متأخرة من مساء أول أمس الأربعاء استجابة لبلاغ عملية اغتصاب مفترض، مضيفا بتصريح لصحيفة الأنباء الموريتانية أن الشرطة وجدت الفتاة المعنية نائمة في غرفة ملحقة بالمنزل، ولما استيقظت تخاصمت مع والدتها التي حضرت رفقة مصالح الشرطة. وخلص المصدر الأمني إلى أن الشابة كانت تصرخ وتقول: لماذا أنتم هنا؟ أنا هنا بخير، لم أتعرض لسوء، سيدة هذا البيت تساعدني كثيرا، لذلك فضلت النوم هنا. مبرزا أنه أمام إصرار الشابة على البقاء في المنزل وعدم مرافقة عائلتها أرغمتها الشرطة الموريتانية على الخروج وفق المصدر ذاتها. بحقد كبير وبغض غير مسبوق وجه المعلق الجزائري المثير للجدل حفيظ طعراج طبال الكبرنات انتقادات خطيرة واتهامات غير مسبوقة للمغرب والكاف بخصوص كأس الأمم الإفريقية كان 2025 المقرر تنظيمها بالمغرب والتي سحقت فيها المملكة المغربية الجزائر بفارق شاسع. واتهم المعلق الجزائري طبال الكبرنات الذي سيحال على التقاعد بتعمد المغرب لخلق حالة من الانسداد رفقة الكافة وبالتالي تعليق هذه المسابقة بحسبها. وقال الدراج بين التأكيد على تنظيم كأس الأمم الإفريقية بين يونيو وغش 2025 أو تأجيلها إلى يناير 2026 يبقى تعليق البطولة الإفريقية واردا في ظل الانسداد الحاصل الذي يؤكد تراجع قوة الاتحاد الإفريقي وقيمة الكرة الإفريقية.
وهذا ليست المرة الأولى أو الأخيرة التي يحاول فيها طعراج طبال الكابرناتا تبخيس كل ما هو مغربي، حيث ما لا يعلمه العجوز المدلل لنظام السعيد شنقريح أن المغرب تجاوز دولته بسنوات على جميع المستويات بما فيها البنية التحتية والخطوط السككية والأمن الرياضي، الأمر الذي لا تحلم به الجزائر ولا تحلم بها. قامت طائرة مسيرة مغربية باستهداف سيارة رباعية الدفع يرجح أنها تابعة لميليشيا صندلستان جهة ميجيك بالمنطقة العازلة. أظهرت الصورة التي حصلنا على نسخة منها احتراق السيارة بالكامل، مما يدل على دقة الضربة الجوية. ولم تصدر أي معلومات رسمية حول عدد القتلى في هذا القصف، إلا أن مصادر عسكرية رجحت أن السيارة كانت تقيل 10 عناصر من ميليشيات صندلستان. يأتي هذا الاستهداف بعد أيام قليلة من قصف ميليشيات صندلستان الإرهابي مدينة السمارة بقذائف صاروخية سقطت في منطقة خلاء ولم تخلف أي إصابة. يعد هذا الاستهداف ردا حازما من المملكة المغربية على أعمال العدوان التي تقوم بها ميليشيات الجزائر البوليساري، ورسالة قوية مفاده أن المملكة المغربية مصممة على حماية أراضيها ومواطنيها من أي تهديد. وتواصل الطائرات المسيرة المغربية التابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية تمشيط المناطق العازلة بالصحراء المغربية لتأمين الحدود من تسلل الجردان المدعومين من طرف نظام الكابرناتا. وتظهر هذه العملية العسكرية قدرة المملكة المغربية الشريفة على التصدي لأي عدوان وحرصه على الحفاظ على سيادته على كامل أراضيها. إلى جانب العملية العسكرية تبذل المملكة المغربية جهودا دبلوماسية مكثفة لحل النزاع في الصحراء المغربية بشكل سلمي، وذلك في إطار مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها تحت رعاية الأمم المتحدة، تحت مبادرة الحكم الذاتي بدعم دولي واسع بما في ذلك دعم الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة القلم والتي اعترفت بمغربية الصحراء. دفع الدعم السعودي للمغرب في قضيه الصحراء المغربيه سواء من خلال المواقف السياسيه او حتى الرغبه بالاستثمار في الجنوب المغربي، وسائل الاعلام الجزائريه الى تحيين الفرصه من اجل الهجوم على المملكه العربيه السعوديه باي طريقه كانت. وآخر ما توصلت إليه عقول الكابرنات هو إطلاق حملة من أجل مقاطعة موسم الحج للعام الحالي من طرف الجزائريين. وتتحدث عدة منابر إعلامية جزائرية خصوصا الناطقة بالفرنسية عن مبادرة مدنية بين قوسين تدعو الجزائريين إلى مقاطعة الموسم الحالي من الحج بسبب ارتفاع تكلفتها، بالإضافة إلى أن السعودية تدعم المملكة المغربية في قضية الصحراء، وما اعتبرته المنابر نفسها معاداة للجزائر من طرف بن سلمان. ورغم أن الدعوة لا حديث لها إلا في المنابر الإعلامية التابعة للكابرناتا دون أن تجد لها أثر على أرض الواقع، فإن هذه الوسائل الإعلامية تتحدث عن كون المبادرة انتشرت انتشار النار في الهشيمة وتلقى إقبالا من طرف الجزائريين. وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية قبل سنة ضرورة تقديم شهادة الصحة النفسية ضمن الملف الطبي للحجاج لا سيما كبار السن بالدرجة الأولى. وأوصت السلطات السعودية الحجاج القادمين من الجزائر لأداء مناسك الحج بالإسراع في تلقي اللقاحات الضرورية قبل الشروع في أداء المناسك، وذلك في رسالة موجهة للدولة المعنية بالحج بناء على توصيات المنظمة العالمية للصحة. وكانت الشرطة السعودية قد أعلنت في فبراير من العام الماضي إلقاء القبض على معتمر جزائري بعد ارتكابه جريمة قتل في حق معتمرين اثنين جزائريين آخرين في فندق بمدينة مكة، وهو ما جعل السلطات السعودية تسارع بإصدار قانون خاص بالجزائر فقط وهي وثيقة السلام العقلي. بثت جهات تابعة للانفصاليين في تندوف مقطع فيديو تضمن كلمة لكبير الانفصاليين مع مونتاج لاستعراض عسكري بدولة الجزائر حيث تقيم غالبية المنتسبين للجبهة.
ولم يتفاجأ المتتبع بتواجد عدد كبير من الدبابات الروسية الصنع من طراز تي 55 و تي 62 والتي تشير بما لا يدع مجالا للشك أن الجزائر أصبحت طرفا في الصراع مع المغرب وأنها تعلن الحرب من خلال توفير مركبات مخصصة فقط للحروب الكبرى والعالية الكتف ولا يمكن لميليشيات غير حكومية الحصول عليها ماليا. وبالرغم من إنكار الجزائر تدخلها في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية إلا أنها أثبتت بالملموس وغير ممر تدخلها المباشر في القضية ومحاولتها الدائمة في تثبيت الباطل ضدا على القرارات الأممية والإجماع الدولي. كل الدلائل تشير إلى وجود جنود إيرانيين ومقاتلين من حزب الله اللبناني الإرهابي في مدينة تندوف بالجزائر من أجل تدريب وتقديم الدعم لمرتزقة صندلستان، وما يؤكد تصريح كبيرهم دمية الجنرالات في حوار تلفزيوني سابق نقلته طبعا الأبواق الجزائرية حينما قال أن القوات الجبهة باتت مرغمة على تطوير كفاحها المسلحة وأن عملية تطوير الكفاح ستكون بطريقة تتماشى مع التطورات التي يشهد النزاع في الصحراء، وأرى أنه من الضروري عدم استباق الأحداث نظرا لأن الحرب تفرض قانونها الذي يتماشى مع الأساليب الجديدة. وكشفت صحيفة تاغس شبيغل الألمانية عن تزويد رالي جبهة صندلستان بصواريخ أرض جو متطور والإشراف على معسكرات تدريب الانفصالية الجبهة في الجزائر بتعاون مع حزب الله. ذكرت الصحيفة في مقال تحليلي أن إيران مستمرة في التوسع في إفريقيا بمساعدة جماعات حزب الله اللبناني والجزائر التي تدعمها خصوصا في إفريقيا الوسطى والكاميرون وغانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأضافت أن هناك مجموعات مدعومة بالفعل من طرف إيران وتشن حملات ضد مصالح الغرب والعرب السن، وأصبح ذلك جليا ومعروفا من خلال تفكيك الخلايا الإرهابية في إثيوبيا وأوغندا. وأوضحت داغس شبيغل أن دعم إيران لجبهة صندلستان نابع من بحث عن اكتساب نفوذ بالمنطقة غير المستقر، مضيفة أن الجبهة توصلت من إيران بصواريخ أرض جو وأيضا تحضر لمعسكرات تدريب مع حزب الله اللبناني الجزائر لتدريب انفصالي الجبهة. وحذرت الصحيفة الألمانية من استراتيجية طهران التوسعي وقالت إن قضية الصحراء هي مجرد مؤشر آخر للمجتمع الدولي من أجل التحرك لاستئناف المفاوضات مع إيران بشأن الاتفاق النووي. حري بالذكر أن جبهة صندلستان منظمة خارجة عن القانون ومسرحا لانتهاكات خطيرة وواسعة النطاق للقانون الدولي ترتكبها الجماعة المسلحة الانفصالية صندلستان التي تربط وصلات مثبتة بالتنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل. إخواني إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم، أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة غد إن شاء الله.